التعليم هو رأس المال الحقيقي للإنسان، هو أفضل استثمار للأمم. وفي عصر التكنولوجيا الرقمية وتوافر المعلومات، تطوير نظم التعليم أصبح مطلب ملح. مواكبة التقدم وتحديث أساليب التعلم أصبحت ضرورة قصوى، وده اللي مصر أدركته وأخذت في السنوات الأخيرة خطوات جادة لتغيير وتحديث منظومة التعليم في جميع المراحل التعليمية. وشهدت منظومة التعليم العالي طفرة غير مسبوقة، من حيث تطوير الجامعات المصرية العريقة وإنشاء عدد كبير من الجامعات الجديدة في مختلف محافظات مصر، تطبق أحدث النظم التعليمية ومجهزة بكل الإمكانات لإتاحة جودة التعليم العالمية لطلبة الجامعات المصرية. وبدأت مصر مؤخراً في جني ثمار التخطيط، وفي معظم المدن الجديدة اللي بتتبني في كل أنحاء مصر في جامعة دولية بتوفر تعليم بجودة عالمية وفرص مستقبلية لآلاف الطلاب. من أهم الجامعات الجديدة في مصر والمنطقة جامعة الجلالة. جامعة الجلالة صرح علمي فريد من نوعه، تم إنشائها على مساحة 173.5 فدان بهضبة الجلالة على خليج السويس عشان تستوعب أكتر من 13,000 طالب. وتعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الساعات اللي بيتيح للطلاب حرية اختيار المواد في كل فصل دراسي لتسهيل فرص محققة للتفوق والإبداع، وإعداد كوادر متميزة من خلال برامج أكاديمية ومهنية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل. تضم جامعة الجلالة مبنى إدارة الجامعة المميز وعدد من الكليات المختلفة: العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، التمريض والهندسة والطب والعمارة وطب الأسنان، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة والعلاج الطبيعي، الفنون والعلوم والإنتاج الإعلامي. وعلى الجانب الإنشائي، جامعة الجلالة مجهزة بكافة المرافق، من مركز ضخم للمؤتمرات ومسجد وسكن راقي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى مستشفى جامعي بسعة 400 سرير، بالإضافة للأكاديمية العليا للعلوم اللي بتقام على مساحة 12 فدان وبتستوعب 5040 طالب، بتضم عدد تخصصات مختلفة زي القانون والتحكيم الدولي ودراسة التجارة الدولية وآلياتها، إدارة الكوارث والأزمات، النانو تكنولوجي، البايو تكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار. كل الأمال معلقة على شباب مصر حتى يصبحوا قادة المستقبل من خلال نظم تعليم متطورة بدأت في كل الجامعات المصرية وبرزت في جامعات المدن الجديدة، لتبدأ رحلة العلم والإبداع في جامعة الجلالة اللي هتبقى جامعة رائدة محليا وإقليميا ودوليا، وتتسم بالتميز والابتكار في أساليب التعليم والبحث العلمي، وتخرج دفعات مميزة تضيف القيمة الحقيقية من أجل نهضة وتقدم بلدنا الحبيبة مصر.